مجرى نهر الغزير البقاعي هذا مهدد بالجفاف، فكل المؤشرات تدل على ذلك. هو الذي كان يؤمن نحو 100 إنش من مياهه للري، بات يؤمن نحو 10 إنشات، مع بلوغ منسوبه أدنى مستوياته نتيجة قلة المتساقطات في فصل الشتاء الماضي. كذلك انخفض الحجم التخزيني للمياه في الينابيع والأبار الارتوازية في البقاع، ليعتمد نظام التقنين في ري الأراضي الزراعية، إجراء سيتوقف في الأيام المقبلة مع جفاف نهر الغزيل، لتتحول المساحات الزراعية وخصوصا في منطقة بر الياس إلى بور. نحن عندنا مشاريع بير أطويزي ما فيهاش، متكلين على الله وعلى الغزيل، ما زال فيش ماي، بنخلي أراضينا بور، ضامنين دول الأرض 200-300 دولار، نزع موسمين، مش عارفين نزع موسمين. شح، السنة ما في ماي، في الأرطوازي، الأرطوازيات كمان عم الشح، في منهم بيارة 6-7 بيارة بالمنطقة هاي كلها شح. ونطلع رحمة رب العالمين. والله موسمنا شلناها، هلا بدنا نتركها بور هلا. ليش؟ والله قلت هالماي، قلت هالماي، بس هالماي يعني من مصدرها قليلة. إذن القطاع الزراعي مهدد مع توقف المياه عن الجريان، والثروة السمكية النهرية مهددة معه أيضا بالزوال، فهل يتم تدارك تداعيات الجفاف قبل وقوع الكارثة